مساء الخير، برحب بكم مشاهدينا في حلقة يوم الاثنين 6 يناير 2014. النهاردة ليلة العيد، ليلة عيد الميلاد المجيد، وكل سنة وكل أقباط مصر بخير، كل سنة وإحنا كلنا في مصر طيبين وفي خير، وعلى الطريق اللي اخترناه بإذن الله لبناء دولتنا المدنية الحديثة اللي الكل سينالون فيها حقوقهم دون أي تمييز حسب الدستور اللي بإذن الله هنستفتي عليه يوم 14 و15 يناير الجاري. النهاردة هنرصد مع حضراتكم أجواء ليلة العيد من خلال تواجدنا وعلى الهواء مباشرة من أمام أكثر من كنيسة في مصرنا الحبيبة، سواء الكنائس المتواجدة في القاهرة زي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، أو الكاتدرائية كاتدرائية الأقباط في العباسية، أو من الصعيد، وهنتعرف على أهم الإجراءات الأمنية اللي بتتخذ لتأمين ليلة العيد وقداس ليلة عيد الميلاد المجيد. وبما أننا ليلة العيد، خلونا نبدأ بخبر رائع بيؤكد أن احنا إن شاء الله على الطريق الصحيح، طالما أنه المسؤولين بدأوا يعوا ويفهموا أنه المنصب مش مجرد شيء شرفي، مش مجرد منصب كبير، بيتيح مزايا، بيتيح أجواء من الأبهة والعظمة، ولكنها مسؤولية. وجود المسؤول، وجود الوزير لخدمة المواطنين وتحقيق أملهم وطموحاتهم. امبارح كان بيشرفنا السيد وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، وأثناء الفقرة اتكلمنا على مراكز الشباب المنتشرة في أرجاء الجمهورية والظروف الصعبة اللي بتقابلها هذه المراكز، واستعرضنا من خلال تقرير حضراتكم شايفين لقطات منه دلوقتي ظروف اللي بيعاني منها أهالي منشية ناصر ومركز شباب منشية ناصر اللي بيعاني من الإهمال الشديد، على الرغم من رغبة الأطفال والشباب على للاستفادة من هذا المركز، على الرغم من أنه غير مجهز على الإطلاق، إلا أنه الشباب والأطفال ما زالوا بيروحوا وعندهم طموحات كتير، طلبات كتير، أحلام كتير. استمع ليها الوزير بكل صدر رحب، اعتذر عن عدم الزيارة لهذا المركز في هذه الفترة، وإن كان قام بزيارة لما كان بيتولى أمور الشباب في عهد الدكتور الجنزوري ووزارة الدكتور الجنزوري، وأكد على أنه سيتخذ ما يلزم لتحسين الأوضاع، تطوير أحوال مركز منشية ناصر، وتجهيزه بشكل أفضل ليتيح استخدامه من قبل الشباب، واتخذ القرار على الهواء مباشرة بمجرد مغادرته. أكد لينا أنه اتصل بالفعل بالشركة الهندسية اللي بتتعامل معها وزارة الشباب، وأن هم النهاردة هيقوموا برفع مقاسات وكل التفاصيل المتعلقة باحتياجات المركز، مركز الشباب، وهيبدأوا الأسبوع اللي جاي بإذن الله في العمل على تطويره وتجهيزه لتلبية احتياجات شباب وأطفال منشية ناصر، وإن شاء الله مع نهاية شهر يناير هيكون في تسليم لمركز شباب منشية ناصر من الشركة اللي هتقوم بكل هذه الأمور لوزارة الشباب، وهيكون إعادة الافتتاح بإذن الله. خبر رائع وشكر واجب الحقيقة لهذه النية وهذه الرغبة والإرادة أنه يكون في عمل جاد لتلبية احتياجات المواطنين، على الرغم من كل الانتقادات الموجهة طول الوقت للحكومة، حكومة الدكتور الببلاوي، أن هي حكومة مرتعشة، حكومة خائفة، حكومة جبانة، حكومة متقاعسة، حكومة بطيئة، حكومة مصابة بأمور كتيرة جدا سلبية. إلا أن الحقيقة يعني مهمة أن احنا نقول كلمة الحق، هذه الحكومة تولت الأمور في وقت صعب جدا، كتير من الشخصيات اللي عرض عليهم هذه المسؤولية هربوا من المسؤولية، ولكن هذه الحكومة وعلى رأسهم دكتور الببلاوي وكل وزرائه تقبلوا هذه المسؤولية في هذه اللحظة التاريخية الصعبة. يكفي أن احنا نرى ونلمس طول الوقت من خلال لقاءاتنا مع عدد كبير من الوزراء، سواء سيدة وزيرة الصحة أو السيد وزير التعليم أو السيد وزير الزراعة أو السيد وزير الشباب، أنه هناك نية للعمل وبذل كل الجهد لتلبية حاجات المواطنين. مفيش هنا أجندة مخفية متعلقة بالمصالح الخاصة زي ما عايشنا
هذه الأمور خلال سنوات مضت وخلال النظام الأسبق، نظام مبارك، عندما اختلطت المصالح الشخصية، المصالح الخاصة بالواجب اللي المفروض والمفترض يقوم به الوزير والمسؤول في مصر، ولا لقينا أجندة مخفية خاصة متعلقة بتوجه سياسي ولا فكرة غير وطنية زي ما عايشنا في الحكومة السابقة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي ونظام الأخوان المسلمين. كل تقدير وكل تحية وكل دعم بإذن الله لكل أعضاء الحكومة طالما يعملوا على تلبية حاجة المواطنين. النهاردة هنلتقي أيضا بالسيد وزير الأثار دكتور محمد إبراهيم لنتعرف معاه على أوضاع الأثار في مصر، حال الأثار في مصر، كم عدد القطع التي سرقت من المتاحف المصرية سواء بعد ثورة 25 يناير أو بعد ثورة 30 يونيو، وكم عدد القطع التي تم استعادتها بالفعل. أخبار أبو الهول إيه بعد زيادة نسبة المياه الجوفية؟ هل ما زال في خطر؟ هل بتتخذ الوزارة أي من الإجراءات؟ هل بالفعل في مشاريع لتأجير المواقع الأثرية سواء في الأهرام أو في قلعة صلاح الدين أو قلعة قايتباي بالأسكندرية؟ كيف تعاملت معها الوزارة؟ وأسئلة كتير هنطرحها على السيد وزير الأثار. أما أهم الأخبار النهاردة وتفاصيلها فهنتعرف عليها مع حضراتكم بعد الفاصل.